هي شركة إيني الإيطالية بتعمل إيه في حقل زهر اليومين دول؟ إيه قصة تصريحاتها باكتشاف آبار جديدة في الحقل؟ وإزاي الآبار دي هتغير خريطة الطاقة في مصر؟ وتعمل توازن في السوق؟ هنقول لك كل التفاصيل في الفيديو ده. بانكير نبض البنوك. في الأيام الأخيرة شركة إيني الإيطالية المسؤولة عن أعمال الحفر والتنقيب في حقل زهر اللي موجودة في البحر المتوسط قررت تحفر بئرين في حقل زهر الرئيسي للغاز الطبيعي، وده كان بهدف زيادة وتعزيز إنتاج الحقل خلال الفترة اللي جاية، وده طبعا علشان الإنتاجية تزيد وأرباح الشركة الإيطالية تعلى ومعاها تعلى حصة مصر من إنتاج الغاز الطبيعي علشان نكفي الاحتياج المحلي ونقدر نصدر كمان. خطة إيني في حفر البئرين في حقل زهر جزء من جهود الحكومة لزيادة إنتاج أكبر حقل للغاز الطبيعي في مصر علشان تساهم في تعزيز إمدادات الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات المواطنين وتتجنب حدوث مشاكل تانية زي أزمة انقطاع التيار الكهربي. يعني كل ما يزيد إنتاجنا من الغاز كل ما هنبعد عن الأزمات في المستقبل. حقل زهر دلوقتي بيشهد تنافس قوي بين شركتين هما شفرون وأكسون الأمريكتيين على حفر أول بير في منطقة غرب البحر المتوسط البحرية بمصر وفقا لخطة وزارة البترول والثروة المعدنية اللي بتهدف لزيادة إنتاج الغاز لتغطية احتياجات السوق المحلي وتوفير كميات كبيرة كفائض للتصدير. مصر في الفترة الأخيرة قدرت تسدد جزء كبير من مستحقات الشركات الأجنبية اللي شغالة في قطاع الغاز والبترول، وده ساهم بشكل كبير في زيادة أنشطة الحفر والتنقيب داخل حقل زهر. نقدر نقول كمان إن مؤسسة ميز العالمية المتخصصة في تقارير وأبحاث البترول والغاز والطاقة قالت إن إيني تلقت دفعة مالية كبيرة بقيمة 600 مليون دولار من الحكومة المصرية في منتصف شهر سبتمبر الماضي، وده بيعني وفاء الحكومة بالتزاماتها في إطار خطة الدولة لتسديد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجالات الإنتاج والاستكشاف. من كام يوم الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى برئيس شركة إيني الإيطالية، وده بيؤكد حرص القيادة المصرية على متابعة الملفات الاقتصادية بشكل عام وملف الطاقة بشكل خاص. اللقاء ده بيؤكد ان مصر ماشية بخطوات ثابتة لتعزيز مكانتها كمركز اقليمي للطاقة، وده بيكون من خلال خلق بيئة استثمارية جذابة وتنافسية. نقدر نقول ان اللقاء استعرض وجود 61 فرصة استكشافية جديدة في قطاع الطاقة، وده بيأكد توجه الدولة نحو تعزيز دورها كداعم رئيسي لتداول الطاقة على المستويين الاقليمي والدولي، واننا حافظنا على توازن مستقر في ملف الطاقة وناويين على تقويته والنهوض به رغم كل التحديات. من التطورات السارة في ملف الغاز الطبيعي في مصر اللي كشفت عنه التقارير الدولية الاخيرة زي تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني وصندوق النقد الدولي اللي اكدوا ان خطط مصر في قطاع الغاز الطبيعي هتؤتي ثمارها قريب جدا. مصر هترجع تكون مركز قوي لتصدير الغاز في المنطقة، وده بفضل الاستثمارات الضخمة اللي الشركات الأجنبية ضختها في مشروعات التنقيب عن البترول وكمان الغاز. أنا أشرفة أشرف وإلى اللقاء. بانكير نبض البنوك.